صناعتي هون بدها تكلفني 3 أضعاف الصناعة برا أو 3 أضعاف سعر المنتج، مو صناعة. ما كنا قدرنا ننافس. خليني أنا أحكي، خليني خليتك تحكي مثل ما بدك. خليتك تحكي. الصناعة الآن في بعض القطع هون الموجودة سعرها 3 أضعاف موجود بالعالم. صحيح. ليش؟ هل أنا اللي محتكر؟ في شيء خطأ؟ وكل هالدعم عم تاخده كصناعة وبالأخير عم طلع لي منتج أغلى من غيرك، مفروض طلع أقل من غيرك، وهذا بيصب بصالح المواطن. طبعا. أما أنا أجي أخذ القطعة الوطنية مثلا، لو فرضنا بدنا نحكي بالكلام قطعة سكاكر أو بسكوت بسعر الماركات العالية، هذا في خطأ، في خلل بدون النظر. أما هي دائما التجارة يعني بتحول الصناعة لشيء منتج. انا وقت عندي منتج خارجي حط عليه جمارك قد ما بدك، مثل هلا طيب هلا حطوا بالسيراميك انه بدنا نحط ضميمه او بدنا نزود الجمارك، ما في مشكل. هلا حتشوف انه هداك حيتوازن، القسم الاخر حيتوازن. اما انا وقت بدي امنع شيء مقابل شيء، مثل ما بده بياخذ بيحتكر بالسعر، بيرفع السعر مثل ما بده. ونقول انه التاجر بدغري بيمشي بيحمل حاله بيمشي، مين بيمشي منا؟ نحن ما مشينا، ما طلعنا برات سوريا. اما كلاتنا وطنيين، اول شيء بدنا نقول كلاتنا وطنيين وكلاتنا محترمين، والصناعي محترم والطبيب محترم والمحامي محترم، كلاتنا محترمين. نحن الان بدنا نفتش عن صيغه نجعل الجميع يعمل وتجاوز العقبات، نجعل يعني الجميع يعمل. بدنا نرجع بدنا نحن كنا شاطرين بالتجاره وشاطرين بالصناعه وشاطرين بالطب وشاطرين بالهندسه، كنا شاطرين بكل شيء. اما نقول انا اخي بس الصناعي منيح والباقي كله ما بيسوى، هذا خطا. طيب استاذ، يعني ما رايك بهذا الموضوع؟ كيف يمكن حل هذه الاشكاليه؟ يعني نحن اتفقنا بانه نحاول وضع حلول للمشاكل التي نعاني منها. موضوع واضح. مثلا الاسعار، حوامل الطاقه التي تحدث فيها الاستاذ، حوامل الطاقه هو عنده مشكله واحده. نعم. بالطاقه، بينما التجاره لا ليس ليس حوامل الطاقه فقط، ايضا هناك بسبب تغيرات اسعار الصرف ايضا هناك ارتفاع في الاسعار. يعني المواطن بات عم بيطلع، يعني هو عم بيقول انه نحن بسبب ارتفاع اسعار حوامل الطاقه، اسعار العالميه كمان ارتفعت، اسعار الصرف عم تتغير، ولكن لما عم بيصير في ارتفاعات عم ترتفع عنا الاسعار، لما بيصير في انخفاض او بيوقف هذا الشيء نحن ما عم نشهد انخفاض باسعار المواد. لماذا؟ نقطة بسيطة بتحل الموضوع. نعم. نقطة فضل. بسيطة جدا. الآن شو عكس ارتفاع السعر؟ تخفيض السعر. طبعا. شو عكس قلة رأس المال؟ اكسار رأس المال. لحنا الآن ما هي الآلية؟ الآلية تخفيض السعر، اكسار رأس المال العامل. الآن وتعم يشتغلوا بمادة 3 أشخاص، السعر حيكون مثل إذا بيشتغلوا 10 أو 20. بالعكس هدول بيصيروا بيخسروا أو بيخففوا أرباح. القوانين الخاطئة تنتج احتكار، إن كان بالصناعة ولا بالطب ولا بالهندسة تنتج احتكار. الاحتكار يرفع السعر. أنت بدك تساوي قوانين تخلي الكل يشترك، الكل يشترك بالموضوع. ليش ما يشترك؟ هذه اللي قاعد برا مثلا، لو فرضنا في مصر عم يطالع 10%، إذا حسبها لقى بسوريا بيطلع 20% بيرجع. إذا اللي قاعد بدبي عم يطالع 3% عم يشتغلوا بدبي، بالسعودية يمكن عم يشتغلوا بدون ربح. أعطيه فرصة رابحة هون، لا تعطيه فرصة خاسرة. فرصة خاسرة كله بيهرب منها. لحنا عنا نفس العائلة بتلاقي فيها واحد بيشتغل بالصناعة، واحد بالتجارة، واحد بالطب، واحد بالهندسة، واحد مزارع، كلهم بدهم يشتغلوا. أما أنا بس بتشغل فئة معينة، شو الفئات الأخرى شو بدها تساوي؟ أما تقول والله بدنا والله لحنا يشتغلوا معنا التجار يسوقوا لنا ويبيعوا لنا، من هنا القرارات. مين قال إنه الصناعي فوق التاجر؟ كلهم مثل بعض إخوات. لا مثل بعض، وكمان يعني بيكملوا بعض. نعم استاذ ايضا ياسر، يعني هناك ايضا الاراء الكثيره التي نسمعها بانه هناك يعني لا مانع من قبل الحكومه بعوده التجار او رؤوس الاموال. يعني عم بيقول لك انه يا اخي جيب لي انا حاله تم رفضها او تم مثلا تضييق الخناق عليها، جيب لي حاله في راس مال بيوقف 4 أشهر. اعطيني حاله بكل العالم، انا داير الدنيا كلها ما في ولا حاله انا بجمد راس مالي 4 أشهر. بجوز أنا يعني المشكلة الأساسية تجميد رأس المال، المنصة وما شابهها. أنا بدي دورة رأس المال تكون يوم. هن عم يقولوا بدنا دورة رأس المال 6 أشهر. أنا بدي يوم، خلال يوم قديش بربحنا؟ إذا بتعطيني مواد الصبح بعطيك حق المساء. طيب لنفرض تم تجاوز موضوع المنصة وحل هذا الأمر، محل الموضوع برأيك ما الذي سنشهده؟ سنشهده أول شيء لحنا كل مين مخبي فلوس بيطلع بيشتغل،
ثاني شيء حيقول لأخوي اللي موجود في الدول العربية أو دول أجنبية، تعال موضوع رابع. طيب قبل ما تطلع على المنصة ما كان في هذه الحركة القوية للتجارة أيضا في سوريا؟ ما كان في الشكل يعني. ما كان في الشكل. أنا كنت استورد، أنا من 6 سنوات ما استوردت، وأنا بالإلكترونيات اللي رقم ما استوردنا، لأنه مو صحيح الفكرة. بعدين أنا ما بدي ألعب على القوانين، أنا بدي أمشي مع القوانين. القوانين الموجودة الآن ما تستطيع تمشي عليها بالشكل. نحن يجب أن نعيد الفكرة، نرجع للصفر. عندما تصحيح الأخطاء، عندما يكون هناك خطأ فادح يجب الرجوع للبديهيات. نحن نرجع. لسنا بوضع، يعني نقول ونؤكد مرارا، لسنا بوضع للتجريب والخطأ حاجة. حاليا في هذا الوقت وين جربت؟ أعطوني بلد تجربت فيها أو تجرب أنه في مال بنجمده. ليش بدك جمده؟ المال يجب أن يعمل. بعدين نقطة تانية بحكيها هاي وبظن بيوافقني عليها الأستاذ. تفضل. نحن الآن سوريين عنا ثقة عالمية مع التجار والصناعيين والمعامل ولا لا؟ أحسن ثقة بالعالم التاجر السوري رغم ما صار عليه. صحيح. طيب نستطيع نجيب بالدين؟ ليش عم تقول مين بجيب مصاري؟ أنا بجيبهم بالدين من برا. طيب أنا إذا واحد بيقول لي خود هاي 100,000 أخي بضاعة بس بدي حقها بعد 3 شهور أو شهرين، شلون بسوي؟ بس انا عم اتفاجئ في عم تحكي مسموحه شلون مسموحه؟ هلا عندك بدي احط له 4 اشهر بالبنك 180 يوم اجل بجيب لهم فواتوره المصرف المركزي عم ياخذها. هلا نحن كصناعيين وقت الفتره اللي صار في تبديل بين منصه اولى ومنصه ثانيه ما عدنا عرفنا نبيع منتجاتنا، انه كل يوم سعر ضربنا فرامات. عم طبعا ما بنوقف بيع، انه عندك انتاج عم يطلع بيتكدس. بس كمان ما كانت حل. نرجع بال20 يوم اللي صارت 3 اسابيع كمان ما كان حل. لا هي حل ولا هي حل يا اخي. قديش عدد دول العالم 360 ولا اكثر؟ 360 دوله بالعالم ما عم تشغل بمنصه. بس نحن دوله 12 طيب سنه حرب. معناته القرار الحكومي بهالحاله ما كان صحيح. لا لا نحن الدوله عم تشتغل حرب. بلاد حرب. المانيا كانت حرب، اليابان حرب، رواندا حرب، كله حرب. مطاراتنا انضربت وصار هلا انضربت. لا لا وقبل انضرب المينا بضايع صناعيه. يعني نوقف ما نطور ما نسوي شيء؟ نحن عندنا وضع خاص وازمه استثنائيه عم نعالجها بحلول استثنائيه. نحن مو مع القرارات كلها 100%، بس كمان ما بدنا نهاجمها كلها. ما بدنا نهاجمها. انا هون بدي اعترض مع حضرتك يعني بهذا الموضوع، انه نحن ما لنا حاله خاصه. يعني ليست سوريا هي البلد الوحيد الذي تعرض لازمات. هناك تجارب دوليه قابلة للتطبيق بشكل معين بشكل من الأشكال في سوريا والاستفادة منها. نحن ما بدنا نعتمد على الخارج ولا على الدول، نعتمد على الثروات والموارد الموجودة لدينا، الإمكانيات، الموارد البشرية، اليد العاملة، رؤوس الأموال الوطنية، الزراعة، الأراضي. نحن فقط في حال تم اتباع طريقة لإدارة هذه المكونات وهذه الأدوات، أتوقع أنه ممكن نحن نوصل لمرحلة نستطيع تشغيل ودوران عجلة إنتاج يعني بالحد الأدنى على الأقل. هلا وزارة الصناعة بشكل لجنة تحت رئاسة معاون وزير لجنة اقتصادية طالبتها رئاسة الحكومة تقدم رؤية للصناعة السورية مصروفة ل 2030، والاتحاد قدمنا رؤية وعم نجتمع عم نعمل رؤية. بالعكس الدولة عم تشتغل على الوضع الآني كحكومة كفريق اقتصادي عم يشتغل للرؤية ل 2030. ما عم نخترع شيء. تشوفي الشباب اللجنة الاقتصادية عم يشتغلوا لهلا للعمل اليومي كل يوم بيوم وعم يحلوا المشاكل ويقدروا يمشوا الأمور. طيب عم يشتغلوا للرؤية 2030 في الكثير من الأحيان. يعني نحن لما عم بيكون عندنا ما عندنا رؤية على الأقل في رؤية على مثلا جابلك معنا رؤية صناعية 2030 عم نشتغل اليوم 2024 عم نشتغل 24 ل 30. معناتها تم تطبيق مثلا هلا ال 24 30 هلا عم نحط رؤية وأهداف. مين هي مسوية الرؤية؟ رؤية وزارات الدولة. طيب سنتابع هذا المحور. اسمحوا لي القطاع الخاص كلنا مشتركين فيه. اسمحوا لضيوفي ولكن دعونا مشاهدين